أم محمد ناسي الدنيا كلها واستغنت عن كل شيء بحياتها وهم الوحيد ابنها. أم محمد لاجئة فلسطينية بسوريا هربت من العدو الصهيوني لحتى تحمي أولادها، ومن بعد الأحداث السورية من بعد ما انصاب ابنها بشظايا براسه هربت هي وجوزها وعائلتها لحتى تصير اللاجئة الفلسطينية بسوريا لاجئة بلبنان. أم محمد مع سرطان بصدرها وقلبها ضعيف وحياتها بخطر ومش سألاني عن حالها ولا مرة فكرت بحالها، لأنه كل همها ابنها المنصاب واللي معرض بكل لحظة انه يخسر وظايف جسمه ويصير مشلول كليا. بمخيم شتيلة يلي بخبى بالزواريب كتير من المصايب والمشاكل، كتير من الامات يلي بيمارسوا شعور الامومة بس بالبكي، بيمارسوا شعور الامومة بالوجع كل ليلة على عدالة بمجتمعنا مفقودة، ببلد ويلو يوجع على ناسه ويلو يترك اللاجئين اللي وضعهم اسوأ من وضع ناسه. منشوف نحن وياكم ام محمد. بوعدك يا كبيرة هك البيت يوعني دي عوهش كلماتي. كتير بتعاني الأم ليكبروا أولادها، خاصة يعني إذا وضعن المادي تحت الوسط زي ما بقولوا، يعني بدها تركض وتقيم وتحط هي وطبعا هي جوزها عشان تعيشهم وتكبرهم. كل ام بتعاني، كل ام حتى الفقيره ولا غنيه، كل ام بتعاني لتربي اولادها وتطلعهم مثل العالم وتطلعهم متعلمين وتطلعهم دكاتره. كل ام بتعاني ليكبروا ويصيروا شباب ويعتمدوا على حالهم. الشغلة الوحيدة اللي بنبسط فيها أولادي وبناتي، الحمد لله مرتاحين، متجوزين ثلاثة عندي، وعندي هالصبيين يعني شايفين شايفة الدنيا كلها فيهن، عندي 13 و14 شايفة الدنيا كلها فيهن، الحمد لله رب العالمين. أكتر مني عانت أمي الحمد لله، كمان عندي أخ أنا كمان مفقود بأيام حرب 82. صار عندنا قصف على المخيم، عم ابني تصاوب، اضطرينا نيجي لهون طبعا بعد عملية الترميم تاعت راسه. اجينا لهون وشايف الوضع، يعني ما بده مين يحكي، الوضع مأساوي هون، يعني عيشة منا عيشة. أنا معي سرطان، أنا معي سرطان بصدري وعندي القلب. أنا ما بطلب والله العظيم، بتمنى أموت اليوم قبل بكرة بس ابني يطيب. ما بدي علاج لإلي، ما طالب علاج لإلي، أنا بدي ابني بس يطيب، بس طالبة بهالدنيا كلها بس ابني يطيب. والله ما بيعني لي شيء عيد الأم، لأني ما بهالعيشة هاي، ما مأساة، يعني مأساة، شو بدي يعني عيد الأم. بالرغم من كل يلي خبرتكم يا أم محمد، بعده الأمل موجود بقلبها. الأمل لابنها مش لإلها، لأنه منرجع منقول هالأم نسيت حالها، بدها ابنها، بعدها ناطرة الشخص اللي رح يساعد محمد لحتى ما ينصاب بشلل كامل إذا تحركت لا سمح الله شظية براسه. أم محمد نطرت عبواب سياسيين، نطرت عبواب ناس واصلة ومع مصاري، ولكن أكيد أم محمد وعائلتها ما عندهم صوت انتخابي، ما انهم عائلة ناخبة كبيرة لحتى يركضوا ويتسابقوا عليهم المرشحين، بس الليلة بعتقد صوت أم محمد أقوى بانتحر. مشان هيك منناشد كل إنسان لبناني عربي بعده بحس وعنده ضمير، منناشد كل مؤسسة حاملة قضايا إنسانية تساعد أم محمد يلي منا لا 8 أدار ولا 14 أدار، ومنا لا مع النظام بسوريا ولا ضد النظام بسوريا. هيدي أم بهمها ابنها يعيش، هي إنسان مهجر من بلد لبلد وبس، منا أكتر من